أولا أنا أهلاوي منذ الصغر، فدي حاجة في دمي الأهلي. بمجرد أن احنا عرفنا أن الأهلي ناوي يفتح فرع إن شاء الله في الأقصر، فبدون تردد احنا قررنا أن احنا نكون شرف لينا طبعا أن احنا ننتمي لأسرة النادي الأهلي الكبيرة والأسرة الصغيرة اللي هتكون موجودة في الأقصر. فبدون تردد أخذنا القرار أن احنا لازم هنكون أعضاء إن شاء الله في النادي الأهلي. النادي الأهلي نورنا في الصعيد، والنادي الأهلي تاريخ مبادئ تطوير زي ما عودنا دايما، وده بدأ باتجاه القيادة السياسية ان هي تهتم بالصعيد كركن اصيل واساسي داخل مصر. فالاتجاه الرياضي وخاصة في عام 2020 التحديات اللي واجهتها الدولة، فده مقياس وانجاز عالمي. والنادي الاهلي زي ما عودنا دايما يعني في كل مكان، وهيكتشف مواهب كتير ووفر علينا مسافات كبيره خالص، واحنا ان شاء الله نشرفه زي ما هو مشرفنا دايما. طبعا دي فرحه جميله يعني، والولاد مبسوطين خالص ان احنا في مكان في بلدنا بالجمال ده، وطبعا الاهلي يعني. انا دايما كنت بحتاج مكان ادرب فيه الولاد سباحه كوره كده، ما كنتش بصراحه بلاقي مكان يعني تراستد. فاول ما قالوا النادي الاهلي هيفتح ما ترددتش يعني، ان انا مكان هيبقى امن على الولاد، مكان هيبقى كواليفايد، مكان هيبقى في كل الحاجات اللي انا محتاجاها، فما ترددتش يعني ان نكون موجودين هنا. احنا الاول بنشكر اداره النادي الاهلي انها فكرت اصلا في الصعيد، اللي احنا كنا لفتره كبيره ما احنا منسيين للامانه يعني. فكون ان النادي يفكر فينا انه يعمل فرع ليه في الاقصر، فدي كانت خطوه جديده وكلنا كنا متحمسين، لان احنا كمشجعين النادي الاهلي في الصعيد ما فيش تجمع يجمعنا مع النادي الاهلي. كان كله كان يا اما عبر الشاشات في الماتشات يا اما عبر الميديا. فكون يجي نادي يعني يكفي انه جمعنا احنا كاصدقاء وكزملاء في العمل او زملاء في المدينه هنا في الاقصر او في المحافظات اللي حوالينا. انا في ناس هنا مثلا ما شفتهاش الا في النادي هنا. اولا حاجه عظيمه جدا ان يكون عندنا النادي الاهلي في الاقصر بعظمه الاهلي ونادي القارن ومكانته وسط انديه العالم، مش الانديه الافريقيه والمصريه بس، انديه العالم طبعا حاجه كبيره جدا، ده حدث انتظرناه من زمان يعني. بل ملحوظ من اول يوم يعني، احنا في خلال 24 ساعه، انا رحت بعد 24 ساعه بالظبط كان رقمي عدى تقريبا ما يقرب من الألف، ده في اول يوم بس. لكن بعد كده بسم الله ما شاء الله الاعداد يعني اعداد لا كتيره خالص. النادي الاهلي عودنا من زمان ان هو صاحب السبق في الحاجات اللي زي كده، والحمد لله ان النادي الاهلي النادي بتاعنا اللي دايما مشرفنا ورافع راسنا ان هو اخذ الخطوه دي. المكان ممتاز جدا وامن جدا لدرجه انا سايبه اولادي يعني من الصبح ما دورتش عليهم صراحه، وانتوا صراحه الامن والصراحه الناس هنا واللي شغالين ومقيمين يعني على المكان صراحه منتهى الدقه في كل حاجه، تمام، ما فيش حد بيطلع ما فيش حد بيخرج، الدنيا تمام الحمد لله. منتظرين اللحظه دي من زمان يعني، ونادي كبير زي كده ولو من مدينة الحضارة ومدينة الأجيال، وإحنا طبعا سعداء جدا. وطبعا أحسن قرار اتخذه نادي الأهلي، كان أولى من أي فرع تاني يتعمل في الصعيد هو في مدينة طيبة مدينة الحضارة. في أعضاء كتير مش بس من الأقصر، من البلاد اللي حواليها، في من قوس، في من إسنا، في من إنا، وبصراحة هو نادي مستو انه اجتماعي مش بس رياضي وبس، وفي انتظار ان شاء الله في افتتاح الاكاديميات عشان تبتدي تظهر المواهب باذن الله في النادي. شيء مشرف جدا ان يكون نادي القرن ليه فرقه في الاقصر بلد الحضاره، بلد اللي فيها ثلث اثار العالم. شيء مشرف جدا ان يكون في نادي كبير زي كده في الاقصر. طبعا احنا شرفنا بالنادي الاهلي صرح كبير، واحنا عاملين القصه دي لاولادنا واحفادنا. دي حاجه اصلا ما كناش نتوقع ان هي ممكن تحصل بس حصلت، فكلنا مبسوطين، مش احنا بس، كلنا واصحابنا حتى اللي مش عامل اشتراك مبسوط فرحان اصلا. انا النهارده جيت الساعه 2 وقعدت مع ماما وبابا واخواتي، قعدت العب، بعد كده اتفرجت على المهرج، بعد كده جيت هنا في الملعب لعبت شويه كوره، وبعد كده بتفرج على الاستعراض دلوقتي. طبعا اول ما سمعنا عن النادي الاهلي قعدنا نزلنا على بابا لغايه ما وافق ان هو يشترك لنا، بابا اهلاوي طبعا. النادي الاهلي هنا حاجه تانية غير اي نادي رحناه قبل كده. نفسي اشتغل علشان اتدرب سباحه، علشان انا كنت بتدرب سباحه. اهلا وسهلا بيكم في الاقصر، وانا حابب ان انا اقول بس في البدايه ان انا واحد من الناس، ان انا مش من محافظه الاقصر، انا من محافظه هنا. وطبعا كلنا ساعدنا ان احنا النادي الاهلي وصل في الصعيد وفتح مقر ليه في الصعيد، وده كانت حاجه يعني كلنا انبسطنا بيها.
انا وزمايل كتير ليا بمجرد ما النادي الاهلي وصل في الصعيد، ف يعني كلنا فرحنا جدا وبدانا ان احنا نجري عشان نلحق ان احنا نشترك في النادي الاهلي، واهلا بالاهلي في الصعيد. بتشجعي نادي ايه؟ النادي الاهلي.